بتشدي أبو ضحكة أبو غاشة بتحن علينا يا باشا حلو ولا نجوم الشاشة يا مقعدهم في البيت أنا طالع عيوني وعليه الجس رعوني من نظرة دوب خلوني هتجنن وتشدي نورتينا. كل سنه وانت طيبه، ربنا يخليك يا رب. اتفضلي، ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله منورين يا جماعه، كل سنه وانتم طيبين. اخبارك ايه؟ كله تمام. كله تمام. عيد سعيد. ربنا يخليك. دايما انا بيلح عليا سؤال مهم، انه رنا بتغني ورنا مثلت ومثلتي مع سعيد حامد، ودي حاجه قويه جدا طبعاً. بالمناسبه يعني، ورنا بتقدم برامج. السؤال بقى رانا على قدي كده، على قدي، بلاش يعني. لا ده انت خدتي جوائز. الحمد لله ما شاء الله. انت عايزه ايه؟ انا عايزه ايه؟ السؤال ده في الصميم. هقول لحضرتك، انا نفسي احقق فكره الفنانه الشامله. يعني نفسي اغني ونفسي امثل ونفسي ارقص ونفسي اعمل كل حاجه. حلو. عندي طاقه رهيبه فنيه بحس ان هي ملهاش حدود. اوكي، ده ما يقلقكيش من انك تبداي تشتتي طاقتك، بدل ما انا رنا اللي بتغني ومحققه فيها كتير وماشيه على مسار كويس جدا، ولا انه لا انا مرتباها؟ هقول لحضرتك حاجه، انا ما بدخلش حاجه غير لما بقعد اذاكرها، يعني انا من الناس اللي بتحب تذاكر طول الوقت. يعني المزيكا، انا درست موسيقى عربيه بالظبط، وعلشان ادخل امثل، انا طبعا بنت المسرح وبدات من وانا صغيره قوي امثل مسرح، وده حقيقي ساعدني كتير قوي كمان في الغنى. ورغم ذلك مفيش عمل كنت بدخله الا ما كنت قبلها لازم اخد ورشه تمثيل محترمه علشان اقعد ادخل الدور وانا مستعده وجاهزه. تقديم البرامج ذاكرت كتير وما زلت بذاكر، والحمد لله رب العالمين. يعني اللي هيبقى بيسمعني هيحس ان في دايما في عندي تطور في حته، بدور على نقط ضعفي فين واحاول اقويها. طول الوقت بحاول ان انا اشتغل على نفسي. فانا شايفه ان البني ادم طول ما هو بيحاول وطول ما هو بيسعى مفيش حاجه اسمها صعب، مفيش حاجه اسمها مستحيل. بتحبي ايه اكتر؟ الغنى رقم واحد. طب ما انت كده جاوبتي يا يعني انت كده جاوبتي.
مش عارف، انا دايما من انصار انه انت بتحب ايه طبعا من قلبك، في دمي المزيكا في دمي. انت بتغني من بدري يعني، بتغني من وانت قد كده، انت لازلتي قد، بس هي المساله في انه يعني والله، بس المساله انه هو انت من يعني من ساعه غالبا ما اتعلمتي تتكلمي فانت بداتي تغني. ده الغنى ده، بس انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، انا قبل ما اكتشف ان انا بعرف اغني كان عندي هوس الاذاعه. لا والله العظيم، اذاعه مدرسيه زمان كان في اذاعه مدرسيه، ده كان اساسي. انا دايما انا يا اما بقدم الاذاعه المدرسيه يا اما بقول في فقرات كده معينه، دي اساسي، دي ثابته في كل مراحل العمريه بتاعتي اللي فاتت. كنت بجيب شرايط الكاسيت الفاضيه وامسك الجورنان وانا صغيره واقعد اقرا زي مذيعين نشره الاخبار. لا 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 والله، قبل ما اكتشف اصلا ان انا صوتي حلو، وكأن وقتها كانت أبواب السماء مفتوحة ويريد ربنا أن يعدي السنين وأشتغل في الإعلام في 90-90. في 90-90 طبعا. طيب ده برضه هيخليني هسأل بقى سؤال، هو أنت كنت بتقدمي إيه في الإذاعة؟ أصل الموضوع ده بالنسبة لي مهم أن أنا أعرف كنت بتقدمي إيه. هقول لحضرتك كانوا دايما يا إما بعمل المقدمة الطويلة دي اللي هي التقديمة الأولية، التقديمة اللي هي بنقعد نقول، يا إما دايما يخلوني أقول القرآن الكريم عشان صوتي حلو، أقول أدعية دينية. دي اهم الحاجات اللي كانت ثابته عندي لازم في الاذاعه المدرسيه من وانا صغيره. كنا بنخش بقى بيا مسابقات، يعني خلاص رنا صوتها حلو فندخل بقى مسابقات اللي بتبقى على مستوى المدارس، مستوى الادارات واي فرقه موسيقيه. في الاذاعه المدرسيه ولا في الغنى؟ لا الاول الاذاعه المدرسيه وبعد كده الغنى. في الغنى. طب ما برضو انا ده خليني اسالك تاني، يعني انا عارف ان احنا عايزين نغني ونسمع وكله، وانا هبقى مبسوط واحنا بنغني جدا، بس انا في حاجه انا عايز اقول لحضرتك حاجه صغيره قولي. قبل يعني ما نتبسط بالغنى والكلام ده كله، حضرتك من الاعلاميين المفضلين بالنسبه لي، وتجد مش مجامله ومش والله. علشان حضرتك قدامي دلوقتي، بس انا مبسوطه جدا ان انا مع حضرتك النهارده. ده حظي كويس وربنا يخليك. صدقيني حظي كويس، اجيب لك انا مبسوط ان قاعد عمال بسمع بحد ان هو للدرجه دي شغوف بمساله التقديم والاعلام. طب ليه ما دخلتيش تدرسي اعلام؟ يعني ايه اللي خلاكي روحتي داخله معهد الموسيقى؟ الموسيقى العربيه. المزيكا شدتني، ما زي ما قلت لحضرتك انا المزيكا رقم واحد عندي، فسحبتني كده. وانا حاليا على فكره لسه يعني انا ما اعلنتش الموضوع ده، بس انا قاعده بذاكر اعلام وبدرس اعلام مفتوح، تعليم مفتوح حاليا. يعني ناويه تكملي دراسه اعلام؟ زي ما قلت حضرتك بحب اذاكر قوي الحاجه اللي انا بشوف ان هي بدخلها، اي حاجه بدخلها. فحسيت ان انا في الاعلام لا لسه في عندي حاجات كتير قوي عايزه اعملها. ما خدتكيش الجلاله بتاعت انا خلاص عملت برنامج واثنين وثلاثه وخدت بدل الجايزه اثنين وثلاثه فانا كده في التمام خلاص؟ مش شرط عشان ابقى خدت جايزه واثنين وثلاثه وعملت برنامج واثنين وثلاثه ان انا ابقى وصلت للحته اللي اقدر اقول على نفسي انا فعلا اعلاميه، انا عايزه اوصل للحته دي، انا اعلاميه مش عشان انا بغني فبقيت مذيعه بعمل برامج فنيه. وده كان التحدي بالنسبه لي من اول برنامج عملناه لحد النهارده، كان اول تحدي بالنسبه لي ان انا اثبت ان انا اقدر اعمل ده حتى لو انا مش بغني. طيب تعالي نغني وبعدين بعد ما هنغني عايزين نكمل كلام اكتر على مش بس بقى الاعلام والغنى، هي التجربه مع بتاعه الشغل مع الاستاذ سعيد حامد، وده مخرج عظيم. ودي كانت اول تجربه بالنسبه لي قدام كاميرا تلفزيون، قدام كاميرا، قدام مخرج عظيم زي ده. بالنسبه لي كنت خايفه قوي وكانت مسؤوليه كبيره جدا. هنحكي بعد ما نغني ولا عايزين نحكي دلوقتي؟ ما تضيعيش عليها الحدوته دي لان لو حكيتيها دلوقتي هتبقى مختصره عشان نبقى عايزين نقوم لا نغني. مش هختصر. فانت هتغني وبعدين نقعد على راحتنا تحكي لي تجربتك، اصل انا بحب سعيد حامد ده حب انت مش متصوره، يعني ما حفظ اللقب لانه قيمه كبيره قوي بالنسبه لي. طبعا فهتغني ايه صحيح؟ مجهزين ميدلي كده اغاني قديمه، اغنيتين، اغنيه لست ورده واغنيه لست فيروز. الله، دي برضو تحديات مجازفات. طيب. وعايز اقول لحضرتك ان اول مره انا هغني الاغنيتين دول. اول مره. سيري يا نورماندي، يلا بينا. توكلي على الله. Thank you.
اطراف الدنيا، لو فيك تحكي للحبايب شو بيني يا طاير يا طاير. مجروح الهوى شو بينفعو، موجوع ما بيقول عاللي بيوجعو، يا عين عباله ليالي الولداني يا طير يا طير يا طير على طرف الدنيا، لو للحبايب شو بيني يا طاير يا طاير. بكرة يا حبيبي يا حلو صار، وبكرة يا حبيبي نحضن القمر، وبكرة يا حبيبي يا حلو السهر، بكرة يا حبيبي نحضن القمر، وبكرة يا حبيبي أنا وإنت يا حبيبي هنعيش يا حبيبي حبايب حبايب، الحب فينا دايب دايب يا حبيبي، وبكرة يا حبيبي عيش يا حبيبي حبايب حبايب، الحب فينا دايب ودايب يا حبيبي، وبكرة يا حبيبي. بس مات
تعدي، الدمعة تعدي، والبسمة تعدي، واللي يفضل ليا حب حبيبي ليا، حب حبيبي ليا، حبايب حبايب الحب فينا دايب دايب يا حبيبي، وبكرة يا حبيبي بكرة يا حبيبي يا حلو وصال، وبكرة يا حبيبي نحضن القمر، وبكرة يا حبيبي أنا وإنت يا حبيبي هنعيش يا حبيبي حبايب حبايب الحب فينا دايم دايم يا حبيبي وبكرة يا حبيبي. أهلا 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 بيك يا فندم. اتفضلي. قلنا بقى هتحكي لي على التجربة بتاعت سعيد حامد، ما قبل التجربة الحكاية جت ازاي؟ الحكاية جت ازاي؟ هفضل طول عمري بشكر زينة، زينة الفنانة الجميلة الممثلة الهايلة الأخت والصديقة الجدعة جدا، هي أول حد مد لي إيده وقال لي رنا يلا ده الوقت، وكانت هي اللي مرشحاني المسلسل، هو كان بطولتها مسلسل أزمة نسب، وكان إخراج الأستاذ العظيم سعيد حامد، ودي كانت أحلى فرصة أخدتها في حياتي. على قد ما كنت شايلة مسؤولية أن أنا أول مرة هقف قدام كاميرا، هقف قدام أستاذ سعيد حامد، على قد ما ده داب في ثانية إلا ثانية قد إيه الإنسان ده، هنتكلم عن سعيد حامد الإنسان، قادر أن هو يهد أي حاجز بينه وبين أي بني آدم في ثواني. ما حسيتش ان انا اول مره اقف قدام كاميرا، ما حسيتش ان انا طبعا هو قيمه وقامه كبيره جدا أوي. بس هو ما حسسنيش برهبه ده خالص، بالعكس جه قال لي انت متاكده انك اول مره تقفي قدام كاميرا؟ قلت له ايوه، قال لي لا انت شاطره جدا، وبدا يديني طاقه ايجابيه رهيبه، وكملنا المسلسل. ومن بعد المسلسل استاذ سعيد حامد في حاجه ما شفتهاش مع حد اشتغلت معاه غيره الحقيقه، هو من الناس اللي بتحافظ قوي على العلاقات الانسانيه، يعني فضل على تواصل معايا حتى بعد التصوير، يكلمني يعيد عليا وعامله ايه وانت فين وبتعملي ايه واخبارك ايه. فانا الحقيقه شرفت بان انا اشتغلت مع استاذ عظيم زي استاذ سعيد حامد. لا لا هو مذهل مذهل يعني طبعا، وزي ما انت قلتي هو على المستوى الفني والمستوى الانساني هو مهول. ده بقى خليني هرجع على حته انت قلتيها، انه اللي رشحك واللي تزقك في القصه دي كلها زينه. مظبوط. وان انتوا بقى تعرفوا بعض ازاي؟ انا عايز اقولك اول مره قابلت زينه كانت صدفه في المطار. صدفه؟ صدفه بحته. اوكي. وطبعا انا شايفاها وانا عايزه اروح اسلم عليها ومكسوفه، انا عندي رجل ورا ولقيتها بتندهي، تعالي انت رنا؟ فالحقيقه اتبسطت جدا. برضو زينه جميلة قوي، يعني من الناس اللي حتى لما كان بيبقى عندي مشاكل شخصية زي أي حد بيحصل له في الدنيا طبعا. كنت من أول الناس اللي بلاقيها جنبي زينة، وما بتملش وتحكي تكلمني تقولي فيكي إيه على طول، احكي أتكلم وتسمعني وما تملش، ومش هي مكالمة مثلا اللي هي من باب المجاملة وخلاص، لا هو تكلمني النهاردة وبكرة، طب أنت عاملة إيه النهاردة، طب أنت أحسن بكرة، لا لا رهيبة. أنا زينة بالنسبة لي بعتبرها أخت وصديقة من أجدع الناس اللي قابلتهم في حياتي. طيب ده كلام رائع، وعايز أكمل كلام على مسألة السينما والتمثيل بالنسبة لرنا سماحة، بس عايز أستأذنك وأستأذن المشاهدين، هنطلع فاصل سريع كده ونرجع على طول. يلا بينا.
مش سامع كويس لحظة بيقول لي بحبك حب تولى انا شكلي بهيس يوه اه من طولي يوه جنني فضولي بحلم ولا انا في حقيقة هو يا ياسمين بقى هاتهولي اوبا 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 ده اللي قال زمان بنات اوروبا جه وقال بحبك انتي بس عقلي راح خلاص وجاتلي هوبا اوبا 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 ده اللي قال زمان بنات اوروبا جه وقال بحبك انتي بس عقلي راح خلاص وجاتلي هوبا اعمل دوشه وكده يقول لي انت بتعمل ديستورشن في المايك لو سقفت بصوت عالي. في اطار بقى حديثنا عن التمثيل والسينما وفكره الفنان الشامل ليه مع يعني انت عارفه كان زمان كده يبقى فيه الفيلم الغنائي اللي هو ما يطلق عليه في العالم الميوزيكال والمسرحيه الغنائيه بس انت ليكي مسرحيه اللي هي كوميديا البؤساء مظبوط ليه ما ساعتيش وما تقوليليش اصل المنتجين اصل المخرجين وارد انه يبقى كل ده موجود او دي عوامل لكن كمان هي رنا تسعى في انه طيب ما تيجوا نفكر في ان احنا نعمل فيلم غنائي في اطار تحقيق حلمك انا عايزه امثل عايزه اغني عايزه ارقص عايزه اعمل كل حاجه والله نفسي يعني ده من احلامي ومن الحاجات اللي انا نفسي احققها ان انا اعمل من اول ما طلعت وانا نفسي اعمل فيلم استعراضي غنائي زي ما كان بيتعمل زمان صحيح والحقيقه ان ده بقى قليل قوي نفسي اعمل فوازير كمان ماشي ليه ما بقاش في فوازير زي طبعا للعظماء نيلي وشريهان ليه ما بقاش في الفوازير دي في حاجات كتير قوي احنا يمكن مفتقدينها الفتره الاخيره يمكن ضعف انتاج يمكن بس انا بسعى طول الوقت انا من اكتر الناس اللي طول الوقت بسعى وبدور ولكن قول لهم يا استاذ انا بقول اهو قول لهم يا فندم عايزين افلام انا بصي انا من الناس اللي فعلا تشجع جدا على مساله المسرح الغنائي وتشجع جدا على مساله السينما الغنائيه دي يعني الميوزيكلز دي حاجه ممتعه طبعاً جدا قوي خالص يعني طبعا الى ابعد الحدود
بالنظر بقى لمسألة المسرح أو بالعودة لمسألة المسرح، هي كانت صعبة ولا سهلة عليك؟ يعني الوقف على الستيج سهلة في إطار أن أنا رنا سماحة المطربة، هل وأنا بمثل على المسرح صعب ولا لا؟ وبعدين ده فيه احتكاك مباشر، ده أنت والجمهور، مفيش بقى يعني رياكشن هتاخده في ساعتها. وأيا كان رياكشن الناس، أنت مضطر أنك تكمل وما ينفعش تقل، أنت لازم انت تجبر ان تطلع ازاي من اللي قاعد قدامك ده ان هو يعمل لك كده. طبعا دي حاجه مش سهله ابدا. ولكن اللي ساعدني على ده ان انا من وانا في ثانويه عامه وانا خدوني كده، رنا انت هتمثلي. امثل ايه؟ مش عارفه ان انا ممكن يطلع مني حاجه. قالوا لي لا انت هتمثلي. وخليني ارجع لاستاذ، يعني عايزه اشكر استاذ احمد متولي الله يرحمه اللي كان ليه فضل عليا. كان وقتها هو مدير اداره، مدير الإدارة وقتها، وهو اللي كان متوليني مسرحيا، وهو اللي علمني يعني إيه وقفة مسرح ويعني إيه كل حاجة. أنا لحد النهاردة ليه فضل عليا كبير قوي، هو اللي خلاني أعرف إزاي أقف على مسرح. مش سهل أبدا أبدا، ودايما بنقول إن المسرح أصعب أنواع الفنون وهو أبو الفنون، ولكن المسرح عامل زي الإدمان. اللي بيجرب يشتغل مسرح ما بيعرفش يبعد عنه، تبقى عاوز تعيد التجربة مرة واثنين وثلاثة وعشرة وألف. إدمان ممتع على قد ما هو صعب، على قد ما هو ممتع وجميل، ويعني طاقة رهيبة للمسرح. المسرح أكثر متعة ولا الغنى أكثر متعة؟ وقعت سؤال ما ينفعش أقول الاثنين، يعني أطلع على المسرح أمثل وأغني. ما احنا اتفقنا ان انت عايزه تعملي كده، بس هم قريبين من بعض قوي. يعني الغنى انت برضو احتكاكك مباشر بالجمهور زيه وزي تمثيل المسرح، بس الفرق ان انا بطلع هنا وانا رنا المطربه، وهنا بطلع وانا رنا الممثله، وده بيخليه صعب. اصل رنا المطربه في النهايه انا بغني كلمات حلوه، بغني مزيكا حلوه، بغني بصوت حلو الى اخره، ده اسهل. بس المسرح ده أداء بقى، حاجة تانية. أنت بتلبسي شخصية مش بتاعتك، صح؟ دي مش رنا اللي طالع، ده حد تاني بقى، هي الشخصية المسرحية اللي قدامنا. فبتحسي بالاستمتاع أكتر فين؟ مسرح تمثيل. مسرح وتمثيل. هل ده معناه أن أنت مستعدة تكملي اللي جاي مسرح وتمثيل بقى، سواء إذا كان تلفزيون، مسرح، سينما؟ وأنا لما بعمل مسرح بعمل إيه؟ أيوة، بعمل مسرح غنائي. فانا بمثل وبغني، فبحقق يعني المعادلتين. يعني لو قلت مسرحيه ما هياش مسرحيه غنائيه هتقولي لا؟ لا مش هقول لا. طيب هعملها، بس هحاول اتحايل على الموقف. هتتحايلي على الموقف، نحط يعني لو حتى اغنيه بسيطه هنا بتزود. على فكره انا بشوف ان الفنان اللي المطرب اللي بيمثل هو عنده عنصر زياده لازم يستغله. لما يكون عندك مطرب بيمثل ليه ما تخلوش يغني في العمل؟ بالعكس، يعني خلينا نقول كل الفنانين في زمن الفن الجميل كنا بنعرف أغانيهم من خلال الأفلام اللي بيعملوها. طيب ما سمعتش مثلا عن حد من المطربين زمان طلع مثل بس، كلهم كانوا لازم يحطوا أغاني في الأفلام اللي بيعملوها، علشان ده بيزود من العمل. لو بالعمل بس، انت عارفة يعني حتى مثلا عبد الحليم لما جه مثل، هو لأنه طلب بسبب جماهيريته الغنائية. طب ما نستثمر بقى جماهيريتك في السينما. طب إن المنتج بيبقى عاوز يستثمر برضه، المنتج ما بيبقاش سهل يعني. صحيح، أروبا. وهنا هسألك بقى السؤال، أنت تحبي يتقال رنا سماحة المطربة اللي بتحب التمثيل، ولا تحبي رنا سماحة الممثلة اللي بتحب الغنى؟ رنا سماحة الفنانة الشاملة. اوكي. طب انت مستوعبه ان ده هيستلزم منك مجهود مخيف؟ ما بحسش باي تعب طول ما انا بشتغل. ما ياخدش يعني، ممكن اقف على رجلي 24 ساعه شغل، احس بالتعب بعدين بعد ما بطل الشغل، لكن عندي استعداد. ما ياخدش من وقتك وانت دلوقتي عندك مالك، ربنا يخليه يا رب ويحفظه لي، يعني احلى حاجه في حياتي اصلا. طبعا طبعا. ولكن هي دي الضريبه، ما فيش حاجه اسمها حاجه تاخد من وقت، ما ينفعش حاجه تاخد من وقت. احنا مش عايزين ناخد من وقت مالك. مش هناخد من وقت مالك، ما هو مالك ليه وقته، ولازم وقته بيحترمه ومقدس بالنسبه لي. وقت مالك ده ما بيجيش ناحيته. ولكن وقت الشغل هو مقدس بالنسبه لي، ولا يقل اهميه ابدا عن اهميه انا. الـ 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 شغلي بالنسبه لي زي الاكل والشرب.
أبو مالك رأيه إيه في القصة دي؟ أبو مالك فنان زيي، فالحمد لله رب العالمين هي في بيتها. يعني ما يجيش مثلا يقول لك إيه رنا يعني قبل كده كوم ودلوقتي كوم، إحنا عندنا بقى عبيت وعندنا عيل وعندنا يعني. الميزة هنا بقى إن أبو مالك الحمد لله رب العالمين راجل متعاون، ما شاء الله. يعني إحنا بنتشارك مع بعض في تربية مالك، بنتشارك مع بعض، أنا عندي شغل فحد أنا هو يبقى مركز، هو عنده شغل أنا هبقى مركزة. فده أهمية أنك تختار شريك حياتك، مش اللي شريك حياتك عموما، حياة كاملة، صح. العملية والحياة اللي احنا عايشينها، وإن مهم قوي أن أنا بشوف مهم جدا أن الراجل يبقى متعاون، مش بس متعاون، يزقك لقدام طبعا، يعني ما يبقاش حجر يشدك لتحت. للأسف في أمثلة كتير حوالينا كده، وبشوف ان ده بدايه الوقوع، بدايه لا الفشل. ربنا ما يكتب اي وقوع، ربنا يوفقكم دايما يا رب في حياتكم. نفسك مالك يطلع حاجه معينه ولا هتسيبيه على مزاجه؟ نفسي يطلع لعيب كوره، بس هو شكله كده المزيكا رايحه غصب عننا، بنحاول نسحبه بس هو عمال بيروح، اول ما يسمع مزيكا ويبدا بقى ايه، خلاص هو بيلحن كده مع نفسه، فربنا يستر. ربنا يخلي يا رب. اللهم امين. هتسمعينا ايه نختتم بيه الفقره الرائعه الفنيه الشامله دي على رايك؟ بما اننا عيد بقى، ايوه، والعيد فرحه، وهنعيد يبقى العيد فرحه. العيد فرحه. انا عايز اشكرك، وانا هسيب المشاهدين جداً. وهسيبك مع المشاهدين مع بعض، انا هبقى قاعد بس انا عايز اشكرك واشكركم جدا، وكل سنه وانتم طيبين، واترككم مع رنا سماحه والعيد فرحه. يلا بينا. شمل قريب وبعيد ساعدنا بيها، يا سلام بيخليها، يا سلام ساعدنا بيها بيخليها، ذكرى جميلة لبعد العيد. غنوا معايا، غنوا قولوا ورايا، قولوا غنوا معايا، غنوا قولوا ورايا، قولوا كتر يا ربي في آياتنا، اطرح فيها البركة وزيد. جانا العيد اهو، جانا العيد، جانا العيد اهو، جانا العيد. اهلا بالعيد، مرحب مرحب بالعيد. باركوا وهنوا سوا واتمنوا، سوا واتمنوا، باركوا وهنوا.